السلام عليكم عشاق الدرجه ديالنا لكن ما درجة كتعرفوا هذه مؤخرا كان زياده في التامين وبالنسبه للتأمين اللي كانوا في 2018 على حساب البلاكا يعني البلاكا ملي كديرها ما كيوليش ما السيلان تاعك 49 كيولي اكثر من 49 بحال 96 كيولي 110 وكتزاد التامين اللي كتولي 50% كتزاد ولا 100% كتزاد على لاسورونس الاولانيه وبالنسبه كما كتعرفوا مؤخرا كان واحد الزياده تاع الكوارث الطبيعيه واليوم غادي نعرفوا الاثمنه تاع الدراجات الناريه وعني شحال وصلوا دابا بالنسبه لاتمنه تاع التامينات بالنسبه لاتمنه تاع الدراجات اللي هما اقل من خمسين سنتيمتر وماشي فيتاز وماشي سكوتر يعني بحال هذا الشكل هذا بالنسبه للناس اللي كيسيريو ب 730 درهم العام تزادوا مع 6% ليه درهم ليه ليه درهم. اللي هي 43 درهم اللي غيولي الثمن 763 درهم بالنسبه غادي نزول للدراجات اللي هما 50 سنتيمتر او اقل من 50 سنتيمتر اللي هما سكوتر او فيتاس بالنسبه بحال هذا الشكل هذا وبالنسبه للناس اللي كيسيروا ب 1440 درهم يعني غادي تزادوا مع 6% اللي غادي تزاد 86 درهم اللي غتولي 1526 درهم وهذا الشيء بالنسبه للبلاك الصغيره يعني كاينين جوج اثمنه وبالنسبه غادي ندوزوا للاثمنه تاع لاسونس بالنسبه للدراجات اللي فايتين 50 سنتيمتر واللي ما كيتعداوش 25 سنتيمتر يعني حدو 125 بالنسبه للناس اللي كيصرو ب 1850 درهم يعني زادوا لهم 6% اللي هي 111 درهم اللي هي 1961 بالنسبه لهذو الناس اللي عندهم بلاكه كبيره يعني وما فيتينش 125 درهم في السيلان بالنسبه لاتمنه تاع الدراجات اللي هما اكبر من 125 يعني بحال 150 300 530 600 650 يعني حتى ل 1000 بالنسبة للأتمينة تاع التامينات للدراجات النارية اللي هما أكثر من مية وخمسة وعشرين يعني اللي ألفين وستمية درهم اللي كانوا في الأول يعني زايد ستة بالمئة يعني تزادو مع واحد مية وستة وخمسين درهم يعني اللي هتولي هتولي ألفين وسبعمية وخمسين درهم بالنسبة للموطر تاع الشينوا عندك شي موطر تاع الشينوا يعني أكثر من مية وخمسة وعشرين وباقي ما دوزتي بلاكا يعني يمكن لك أنك تسوري بقل من هاد الثمن هذا ولكن ملي دير بلاكا غادي يولي بهاد الثمن وإذا وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا نتمنى انني نكون فدتكم بشي معلومه وبالنسبه لهذو الاثمنه تاع التامينات ل 2020 بالنسبه للناس اللي عندهم بلاكه ولا ما عندك بلاكه يمكن انك تسوري بقل من هذا الثمن هذا اللي يعني اللي قلت في الفيديو و الا ما كانش عندك بلاكه و غير شي بلاكه يعني غادي يتزاد على الثانيه ستاك اذا كانت عندك بلاكه كبيره وهذا هو واللي اول مره كيدخل القناه مستناو يشترك ويدق الجرس باش الجديد كل جديد وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الثانيه تاعي عن لكم لتحت